السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. حاجة كده قابلتني وانا بشتري المكن حلاقة، فهقول لكم عليه. انا كان عندي المكنة دي مكنة سكاني، مكنة سكاني الموديل بتاعها اس كي 9910 9910. المكنة دي محترمة جدا على فكرة، يعني انا جربتها، مكنة بجد بجد محترمة بجد. الدراع بتاعها مظبوط، و بص صوتها عامل ازاي، صوتها كويس وجميله جدا بجد بجد، مكنه محترمه جدا على فكره، وبتقعد فعلا فتره كبيره قوي بتقعد تشحن. فالمهم عجبتني قوي المكن الجديد اللي هو بتاع الفي جي ار ده، فحبيت ان انا اجيب نافيجيتور دي اللي هي مكنه اهي الفيش الموديل بتاعها مكتوب، اللي هي موديل في 116 في جي ار في 116. المكنه دي يعني معدله حلوه، اللي هي بص بقى دراع بتسمع الصوت ده وهكذا، وكمان بس صوتها عالي شويه، بصوا تطلع وتنزل اهي، ده المشط بتاعها وبيطلع وبينزل. المهم لما انا اشتريتها بقى ايه مشكلتها؟ كانت مشكلتها ان السلاح ده كان بيعور، بيعور فعلا، يعني بمجرد ما باجي اقربها من عند الحته دي كده الاقي عورتني فعلا في رقبتي وطلعت دم وحاجه كده مشكله يعني. المهم لما قعدت ادور قال لك دي في حاجه اسمها تصفير المكنه، او المكنه تجيب ازاي الصفر بتاعها او تظبط السلاح المكنه. سلاح المكنه اللي هو الحته دي اللي هو السلاحين دولت، في سلاح فوق اهو اللي هو الاعلى حاجه فوق، والسلاح اللي تحت الصغير ده. المشكله ان هو كانت المكنه كانت متظبطه على ان السلاح الصغير والسلاح الكبير الاتنين في نفس المستوى، فلما بيكونوا في نفس المستوى بمجرد ما بتيجي تقربها لجلدك تلاقيها اتعورتك. اما الفكره في ايه؟ الفكره انك تخلي السلاح زي هنا كده، بص تخلي السلاح ان السلاح الصغير، بص انا اقربها كده اكتر، السلاح الصغير تحت السلاح الكبير بلمسه كده شويه، يعني دي اخر حاجه في المكنه، كل ما تعمل كل ما تطلع تمام، انك تخلي السلاح الصغير اصغر حاجه في المكنه. بص هنا دي مثلا اصغر حاجه، بص تلاقي السلاح الصغير اهو تحت السلاح الكبير، يعني بص لما اجي اعمل كده زوم، لا اهي استنى اهي استنى اصبر، ايوه تلاقي السلاح الصغير تحت السلاح الكبير، وكل ما اعلي اهي المكنه واوطيها في نفس الوقت السلاح الصغير متغطي من السلاح الكبير، لان الحته دي كانت بتعض. طب نحلها ازاي او نحلها ازاي؟ اولا هتفك، مش تفك، تهوي او تخفف، يعني المسمارين دولت تخفهم حاجه بسيطه كده، وبعد كده السلاح ده هيكون في ايدك بيتحرك في ايدك، فانت تظبط السلاح بحيث ان تخلي السلاح اللي فوق او الحته اللي فوق اعلى من الحته اللي تحت بلمسه زي كده. ونصيحه، اياك 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 تفك الدراع ده. الدراع ده انا قعدت ساعتين ونص او 3 ساعات عمال اعرف اركبه ازاي تاني، اياك تفك السلاح ده. كل اللي عليك انك هتفك الحتتين دولت كده، مش تفكهم خالص، يعني تفك المسامير بسيط كده، هتلاقي السلاح ده بيتحرك معاك كده او بيلق كده معاك، تبتدي تحركه وتظبطه بحيث ان هو يبقى اعلى من السلاح اللي تحت، بحيث انت لما تيجي تعمل كده واهو ما بيعورش كده، ما بيعورش. هبص انا مشغلها اهي على فكره وبضرب اهي، ما بتعورش المكنه، ما بتعورش المكنة، محترمة جدا وفيها انديكيتور او اللي هو المكان بتاع الشاحن، بصراحة مكنة محترمة جدا. هي دي ودي بصراحة المكانتين دولت، مكانتين بصراحة عجبتني جدا. دي كانت كنت انا شاريها من بدري قوي، دي لسه شاريها قريب، بس بجد بجد المكانتين محترمين جدا. فلو سمحت لو سمحت جرب الفكرة بتاعت تصفير المكنة، تصفير المكنة اللي هي تخلي ما تخليش السلاحين في مستوى واحد، تخلي السلاح اللي فوق ده الحتة دي اعلى من دي. وشكرا جدا ليكم، و يعني وكمان انا بدور دلوقتي على حل ان انا اوطي صوتها، لان صوت المكنه دي عالي جدا عالي جدا وصوتها شديد كده كان الموتور شديد، فجاري البحث عن عمل ان هي ايه اعرف حاجه توطي لي الصوت بتاعها، لان كذا مره دخلت وشفت على النت ما نفعتش مع المكنه دي، فبشوف حاجه كده. وان شاء الله اوريكم فيديو تاني لتنظيف المكنه من دون فتحها وبدون اي حاجه، لان انا بحب اول الحاجات العنايه بالشخصيه، العنايه الشخصيه، وبجد بجد اوريكم شويه فيديوهات حلوه جدا جدا عن حاجات انا بشتريها مفيده جدا. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.